عندما تنتهي آخر شوط في الطواف لا يوجد تكبير هنا، لأنه انتهى الشوط الآن، التكبير في أول الشوط. عندما تنتهي ترجع عن الصحن المطاف حتى لا تصلي في طريق الناس أو تؤذي الناس أو يقطع المرأة مثلا عليك الصلاة، تصلي ركعتين، تغطي الكتف وتصلي ركعتين، في الأولى تقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، في الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، تتذكر التوحيد وأن تصلي هذه الركعتين، أن هذا المقام وهذه الأماكن كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الأصنام كذا، وأنت تجمع بقل يا الكافرون قل هو الله أحد بين أنواع التوحيد الثلاثة، ثم تخرج إلى الصفا تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تستقبل القبلة على خطوط الموجودة تصعد قليلا، أما هذا الدوار في دوار فوق، سوى دوار ولا يسمون دائرة فوق هناك، لا يلزم أن تدور حول الدائرة، لا، نهاية حد العربات هذا أول الصفا، ودائما نبدأ بما بدأ الله، بدأ الله إن الصفا، إذا نبدأ بالصفا، ترتقي على الصفا تستقبل القبلة تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا قبل أن تفتح مكة وقالوا له تبا لك لهذا جمعتنا، قال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. عندما صعد، عندما صعد على العمرة أو الحج عليه الصلاة والسلام تذكر هذا الوقوف، تذكر أن مكة أصبحت والأمة دخلوا في دين الله أفواجا، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتعاظم المسلم في نفسه إذا صعد يكبر، فكبر عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك لا للنبي صلى الله عليه وسلم وله الحمد، انقلبت الأحوال، وقال الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، تبرأ من حوله من قوته. أنت في العمرة تتذكر هذه المواقف، تستشعر هذه الأماكن، تستشعر أن الوقوف بالصفا وبالمروة هذا كله شعائر عبادات، وقفت هاجر هنا وأخذت تمشي، تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلا ماء، بلا لا 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 ماء لا شجر، وهي قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذا فوالله لا يضيعنا الله، تتذكر أن الله لا يضيعك، تسعى بين الصفا والمروة، من الصفا ثلاث مرات تقول لا إله إلا الله لا إله الله، ثم تدعو، ثم لا إله إلا الله لا إله الله تدعو، ثم لا إله إلا الله تدعو، تمشي إلى المروة، فإذا انصبت قدماه في بطن الوادي يعني العلمين خضر، تسعى سعيا شديدا. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى تتذكر بالسعي الشديد، السعي على الصراط، فالجزاء من جنس العمل، إذا كنت تسعى في هذه الدنيا إلى الله سعيا شديدا سيكون الجزاء من جنس العمل على الصراط. وصلنا على الصفا، ترتقي تستقبل القبلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تدعو، وهكذا من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، يعني الختام السابع لابد أن يكون على المروة، انتهى على المروة بقي عليه الحلق وهو أولى، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم يحلقين ثلاثا، هذا الذكور، أما المرأة تقصر قدر أنملة، ولا تنسانا من الدعاء، خلاص تمام. المؤلف رحمه الله تعالى سرد من الآداب والأخلاق الإسلامية، ويعني والله لا يكفي المقام لسردها، مفهوم؟ نعم. وهذا الدين يا إخواننا
لابد أن نبين للناس، ولابد أن نطبق الآداب والأخلاق الإسلامية. أنت شئت أم أبيت داعي إلى الله بأخلاقك، بتعاملك، بسلوكك. نعم عندنا تقصير، عندنا تفريط، أسأل الله سبحانه وتعالى يعفو عني وعنكم، لكن قدر المستطاع، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتسعى وتحاول قدر المستطاع، ونسدد ونقارب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. كم بقي؟ ها؟ على 9. هذا يعمل معك؟ هي ما حد يعمل معك. كم؟ 13 دقيقة. في سؤال فيما يختص بالموضوع، أصول 3، قواعد 4، دروس المهمة فيما يتعلق بالموضوع؟ نعم، وانت واقف. أبو هريرة رضي الله عنه ما دخل كلية التربية ولا درس ولا تعلم، لكن درس في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يتكلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدم مقدمة، فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، بأبي أن يعني أفديك بأغلى ما أملك، أرأيت؟ الآن بدأ يسأل. إذن قدم إيش؟ مقدمة. إذن طالب العلم من الآداب في السؤال أن يقدم مقدمة، يقول: جزاك الله خير. هذا السؤال الصحيح، مفهوم؟ لأن بعض الناس أي عندي سؤال، ما يصلح يا أخوانا. طالب العلم لابد يتأدب بآداب، يعني قابل يقول: أحسن الله إليكم كذا، فهمت؟ أي نعم يا شيخنا. ليش؟ كأنه يعترف، يقول: أنت شيخ أستاذي، مفهوم؟ نعم. لا، هو قدم جزا الله خير. نعم، أيوة. لا، أنا ما أقول هذا حتى تصنع هذا معي، عشان تصنع مع العلماء. نعم، وإياكم. نعم، نعم، الحلق. نعم، واجب من واجبات الحج والعمر، واجب ليس من الأركان. الحلقة والتقصير واجب. اجلس. ها، من غيره؟ لا، انتظر، نبغى الضيوف. ها. السلام عليكم. وعليكم. قبل قليل ذكرت التخليل اللحية، فأنا يعني تكلمت بس قلت لي اسكت، يعني إن شاء الله ما في. أيوة. كانت الطويلة شو اسمه ما تخلل، والقصيرة تخلل. لا، هذا ذكرت أنت شيء. لا. لا لا لا، أجلس أجلس. تخليل اللحية على 3 أقسام. تخليل في تفصيل، ولا تخليل، وتخليل. كم قسم؟ 3 أقسام. في الاغتسال لابد من التخليل، كثيفة خفيفة، هذا أين؟ في الاغتسال. في التيمم لا تخليل. انتهينا؟ إذن هنا تخليل في كل حال، وهنا لا تخليل على أي حال. في الوضوء في تفصيل، إذا كان المواجهة تحصل باللحية وما أسفل من اللحية، مثل لحية الأخ هذا، شوف هذا الأخ لحيته ما شاء الله خفيفة، هكذا يرى الخد من وراء اللحية، فالتخليل عند هذا الأخ واجب، أين؟ في الوضوء، مفهوم؟ لكن من كانت لحيته كثيفة مثل الشيخ، شوف الآن ما نرى، مع أن اللحية قليلة وما نرى الخد، هذا اللحية عنده تخليل مستحب. تمام؟ واجب الخفيفة واجب التخليل، والكثيفة مستحب التخليل. وإياكم. لا، سؤال واحد للضيوف. ها، نعم. نعم. الله أعلم. غيره. ها، انت من الضيوف؟ ها، ما شاء الله. نعم، وانت واقف. نعم، احسن الله عليكم. ذكرتم انه في الركن دعاء مستحب: اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. نعم، وقنا عذاب النار. نعم. ايه هذه.
ما تضيف عليها شيء. أستطيع أن ما أضيف على الدعاء؟ لا، ما تضيف على الآية. يعني الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما يزيد مثل ما يزيد، وادخلنا الجنة مع الأبرار، هذا بدعة. لكن يدعو بدعاء ثاني، مثلا يقول لأن الناس يلتزموا الآن هذا الإضافة، لكن هو يقول مثلا اللهم اغفر لي وارحمني، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا مثلا، يصح ما في إشكال، لأن الطواف كله دعاء أصلا، مفهوم؟ نعم. ها يا أخي، بارك الله فيكم شيخنا، كفارة الأذى إيه؟ يعني صيام يخير بين ثلاثة أشياء، كفارة الأذى نخير بين ثلاثة أشياء، ففدية من صيام ثلاثة أيام، أو صدقة لابد من إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. ذبح الشاة هنا ما تم له سنة من الماعز وما تم له ستة أشهر من الضأن. صيام ثلاثة أيام في الحج، لا إحنا ما نتكلم عن الآن هذا فدية أذى، ما نتكلم عن الدم الهدي للتمتع والقران، ما نتكلم إنه مثل حلق الشعر أو غطى الرأس بملاصق. وإياكم وإياكم ها؟ لا، يختار اللي يبغى، مفهوم؟ لكن في كفارة اليمين، ما هي كفارة اليمين؟ من يعرف؟ إخواننا كفارة اليمين سؤال أسهل ما يكون. بسم الله، أوقف. ها؟ أنا أريد تعطيني الحكم. نعم. بس خليك واقف، خليك واقف. ها يا أخي أوقف، أنا أريد أعرف ما هي كفارة اليمين. حلف وما ما ولم يفي بيمين، حنف، إيش يصنع؟ إيش يصنع؟ يطعب. خطأ. طعام عشرة مساكين أو صدقة طعوما يعني كما تصدقون أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع أو لم يجد صيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. برضو خطأ. خليك واقف، ننتظر. ها شوف، نخير بين ثلاثة أيام. ها شوف، نقول اختار واحد من ثلاثة، عتق رقبة مؤمنة خالية من العيوب الضارة بالعمل، أو إطعام عشرة مساكين وجبة غداء أو وجبة عشاء، ربع كبسة ولا بروست ولا البيك ولا المهم وجبة غداء وعشاء، أو كسوتهم تعطيني ثوب عشر مساكين. يقول اختار واحد من ثلاثة، قال ما أستطيع، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام متتابعة متتالية، كذا لابد تقول، يعني معناته لسنا أهل لإيش؟ تمام، هذا اللي أريد أصل إليه. نعم. ها الأسئلة. نعم شيخنا أحسن الله إليك. وعليكم. هل كل نبي نزل معه كتاب؟ ما قلنا في الإيمان بالأنبياء والرسل بالكتب أن الله سبحانه أنزل مع كل رسول كتاب، والدليل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، نؤمن بكل الكتب وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحب إبراهيم وصحب موسى عليه الصلاة والسلام، كتب لا نعلم اسمها. نعم، كل رسول معه كتاب، كل رسول، مفهوم؟ تمام. لا ها يا أخي، نعم النافلة تتصدق الآن على الفقراء على المساكين على الزكاة. أنا أقصد الفرض هذا اللي ذكرنا، زكاة بدن وزكاة مال، لكن الآن أنت خارج هنا تعطي فقير ريال أو ريالين تتصدق من عندك، ما في إشكال، مفهوم؟ أي نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصدقة في عندما يلقى جبريل في رمضان، والله قفل عليه النور، يعني جاء تسعة ها باقي أربع دقائق يقول هذا، ما في مشكلة؟ طيب اجلس.
غدا إن شاء الله تعالى نريد بعد المغرب بعد العشاء نريد أن نمر على الدروس المهمة مرة أخرى نراجعها. طيب تحضروا لنا ونأخذ فقط نبذة عن كتاب التوحيد، نبذة فقط كلام، لأن الإخوان هؤلاء مسافرين فنريد يأخذ نبذة مدخل لدراسة كتاب التوحيد، وستكون الدورة إن شاء الله يعلن عنها كتاب التوحيد، لكن نختبر غدا في الدروس المهمة ونبدأ إن شاء الله الكتاب التوحيد ممكن بعد أسبوع لا أدري. بالنسبة للشهادات الحضور اكتبوا الأسماء، الأخ ما أدري موجود أو غير موجود، المهم اكتبوا الأسماء حتى يجهز لكم الشهادات إن شاء الله. أي ما في مشكلة إن شاء الله تصلك الشهادات. المهمة الأخوان اللي حضروا معنا إذا موجودين غدا سجلوا، أنتوا غير موجودين خلاص أرسل لي هي ونرى إن شاء الله مع الأخ الشيخ سامي. أي ماذا؟ طيب جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، جزاك الله خير شيخ، صلى الله عليه وسلم.